تبني على كلمة أغنية تانية لسلطان الطرب حنسمعها دلوقتي بصوت فجر الخالق من لبنان. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة من تنام غلطت كتير. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة من تنام غلطت كتير. مفيش حساب بين الأحباب، مفيش حساب بين الأحباب، مفيش حساب بين الأحباب. إن كنت ناوي صون الود ما انت يا روحي جيت لي الجد، لو عديني طول بالعكس ما انت يا روحي جيت لي الجد، لو عديني طول بالعكس ما انت يا روحي 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 بتفكر باللي ليك وتنسى دايما اللي عليك. ليه بتفكر باللي ليك وتنسى دايما اللي عليك؟ دي غلطة وكانت مش ذنبي، كل يوم ما احلمش بيك. ليه بتفكر باللي ليك وتنسى دايما اللي عليك؟ غلطة وكانت مش ذنبي، اني يوم ما احلمش بيك. ما انت دايما بخيالي وفي منامي وعلى بالي، ما انت دايما بخيالي وفي منامي على بالي. ما فيش حساب بين الاحباب، مفيش حساب بين الأحباب، مفيش حساب بين الأحباب. إن كنت ناوي صون الوقت ما انت يا روحي نجد للجاب، لو عدينا نتوه بالعكس ما انت يا روحي نجد للجاب، لو عدينا نتوه بالعكس ما انت يا روحي 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 من جدلي الجد، لو عدينا نتوه بالعد نتوه نتوه بالعد. فادي أجادك كيف عم تقدر تغني بهالجو؟ أجادك يعني فلت لك شي 200 مرة وزحت عن الطبقة شي 4000 مرة، وبالموسيقى شامبينيون ترالالا هيك يعني،
بس اجادك عن جد. برافو عليك. الليلة الشعب متحمس كتير، الظاهر عنده حبوب استاذ هاني شكل مخيف برشها بالفضاء. انا صداقتي بعيدة انا وياه من سنة الرومان. قبل الهكسوز بشوية. بعدين نحكي عنها فادي. انا بس سيرجي شغال عليك كويس على فكرة، يعني شادت وشك كويس لو من ايام الرومان. برافو عليك. اللي بتريدوا قولوا ده سر المصلح. انا بدي اقول فادي، انا عارف انت مثل ما بيقول زياد في ازعاج كتير، بس هذا لا يعني انك انت سيء، او نعرف نحن خطورة اي مطرب مهم. وقفتك هلأ مع الضجة اللي صايرة، انا بترجيكم هو عم بغني مغني بتخففوا الزقيف، يعني تصفيق مش هالقد قوي، ما عاد عم انا ما عم نسمع صوته حتى، ولا فيني انا اكد قديش نزل وقديش طلع. فحرام، انت جيد بنعرفك جيد، فاذا نحن مكملين معك بالجودة. استاذ الياس بس انا ملاحظة، برافو عليهم كل المشاركين اللي هيغنوا واللي غنوا، ان بجد الساحة اللي قدامنا دلوقتي اكبر من العادة بكذا كذا 100 شخص، فبهنيكم انتوا، واكيد يعني لازم يعني تاخدوا في عين الاعتبار الموضوع ده هو، ونوجه لكم انتوا تحية وخففوا بس شوية. شكرا لكم. شكرا. يا فادي شوف، ما راح اتكلم انا على الجمهور والهيصة، انا شفتك غنيت كويس، انا شفتك مركز وداخل، يعني كمان هاي ملاحظة قالها استاذ زياد راح اعيدها، انت ما غنيت مثل مطرب الاغنية، يعني ما غنيت بعيد بشخصية مستقلة، وهذه ملاحظة لك كويسة، انت هادي وحضورك على المسرح رزين، وشخص اساسا من اول ما وصلت البرنامج وانت ثابت مستواك، صحيح حساس كثير، لكن بالاخر احنا يهمنا شلون تطلع. انا شفتك اليوم ممتاز، واتمنى انك تكون معنا ان شاء الله. كده بتولعوا الجو صح. كنت بدي اقول لك فادي ما لك الا فادي، بس عبد الله كان حصتك كمان. فادي انا كمان بدي اقول مثل زياد اجيدك، بس مش رح اقول مثل زياد انك فلتت، لان ما سمعتك ولا مره فلتت. صحيح شكله بيطلعني برا بكره. هي بتحصل مرات بتحصل، اذا صوتوا لي ما بطلع برا. لا انا اللي بيفرق عن فادي انه حاطط هول، فهول يعني كارثه، عرفت كيف بضروا ايه هول الصحة ممنوع. انا مش عارف اسمع ابدا صوته في الاخر. هو مزبوط اللي عم بيقول زياد، انه مرات في اشياء ما بنسمعها بالاستوديو بنرجع بنسمعها بالبيت نقول اف ما انتبهنا، ما دحنا فيه زياده عن اللزوم، بس كان عم بيفلت. بس انا شبه اكيد انه كنت عم بتغني نظيف، كنت كتير منيح. هلا رح بلش المنافسه بيني وينه. ليك انا من زمان وجاي بحب وضعيه صوتك الاماميه اللي هي كتير وضعيه سليمه، مخارج الالفاظ عندك بستغرب كيف هالقد واضحه، مع انك بتغني مسكر تمك بس عم بتغني حلو. برافو فادي. شكرا. وقبل ما اسالك سؤال، ولعوا الجو زي ما انتم عايزين، اوكي هو مش مشكله انه يسمع، لو مش عايز يسمع شيلها دلوقتي. طيب دايما بنتكلم عن الثقه بالنفس، بكره اثنين هيغادروا البرنامج. لا عم بتهز. عامل ايه؟ انا مش خايفين، اذا كل العالم بدها تصوت لي ان شاء الله ببقى يا رب. صوتوا لي تبقى. شكرا. التصويت مهم جدا، وبعد الاعلان هنسمع مروان من تونس ونسمة من مصر، خليكم معنا.